شكون هي وداد سيري؟ وداد سيري دري عادية بزاف، بحالها بحال أي بنت أخرى، يعني عادي دريا كتضحك كتلعب كتنشاط، ما كنهش لهم بزاف، ما كنتسوقش الناس بزاف، ما كنسمعش لهضرات الناس بزاف، يعني كندير داكشي اللي كيقول لي راسي ومسلكني هادشي، يعني هادي هي إنسانة عادية ما كنختلفش على البنات نهائيا. اوكي، بالنسبة لموضوع الحملة، هو فعلا هي ملي كنقولوا حملة صافي ديغ با كو زعما كاينة بزاف الناس سافقوا، حنا ملي كنهضروا على السعودية فحنا كنهضروا على ملايين الناس مات. اوكي، هادو مجرد جزء من الشعب السعودي كامل، جزء اللي انا شخصيا كنعتبره ما عنده ما يدار، لانه حملة كانت فاشلة وتا شي واحد ما تسوق ليها وتا شي واحد ما لانه مبنية الاساس ديالها والو، يعني علاش دايرين هاد الحمله ما فهمتش، لانه مثلا كنت كنهضر اولا كنت كنجاوب على اسئله ما كاين حتى شي حاجه اللي كتستدعي دوك الناس يديروا حمله، الوغ ربما دوك الناس ما عندهم ما يدار ف بغاو يكسروا الروتين وكسروا لي حتى انا الروتين معاهم. شكرا. سبق لي تعرضت للتهديد، المفروض دابا انا نقول لا شي ما كاينش. يعني تهديدات ربما تكون تهديدات تافهه، يعني من الناس ما عندهم ما يدار، ماشي ضروري اي كلمه كتكون مقصوده اولا شي حاجه صغيره نكبروها، ولا يعني عادي الناس كتدعي فيك كتدعي عليك، يعني بارفوا الناس كتهددك بارفوا، مي راه ما يقدروش يطبقوا لانه غير هضره، ما كناخذهاش بالحقيقه، يعني ما كناخذهاش بالواقع، كنعتبرها غير هضره وكدوز. فنو لا جريئه، شوف انا ماشي جريئه، ما فهمتش شنو المقصود بجريئه، يعني انا كنشوف في راسي واحد الانسانه عادي، يعني انا كنصور يوميات ديالي، في اليوميات ديالي كيكونوا طبيعيين عاديين، ما عرفتش شنو المقصود بجريئه، ما كنشوفش راسي كندير شي حاجه اللي هي قليله الادب، بس لو كانوا الناس كيشوفوا انني جريئه ما اوكي جريئه ما عنديش مشكل. فنانات في الخليج المغربيات فاردين نفسهم ناجحات عندهم الاسم ديالهم وكيشرفونا وتيعجبونا، وكاينين اسامي لامعه من بينها اسماء المنور، من بينها دنيا باتما، كاينين بزاف ديال الاسماء صراحه، وكنعتذر لاني ما نقدرش نقولهم كاملين، ولكن بالعكس برافو عليهم مزيانين. دنيا باتما يعني انسانه خدامه بخير مشهوره فنانه، علاش انا غنعطي رايي فيها؟ يعني ما غير فيها والو، وكتعجبني يعني صوتها زوين. لا دنيا باتما اي لاف هير، سلمى رشيد زوينه وديجا تواصلت معها فاش دازت في عرب ايدل، وكتعجبني زوينه غزاله طورات نفسها بزاف وكتعجبني، وما عرفتش اوكي رايي فيها وكتعجبني. يسرى سعوف زوينة، أنا ما متبعهاش بزاف والله، ولكن كنشوفها، يعني كنشوفها كدير حفلات في الأعراس في الخليج ياك، والله يعني أنا كنعرفها يعني كنشوفها ولكن ما متبعهاش بزاف، مي حتى هي فنانة عندها سمية ديالها، ما محتاجة لياش باش نعطي رأيي فيها إطلاقا. كلمة أخيرة، أنا ما عنديش مع الزواق بزاف، كنتمنى انكم يعني تقبلوني كيف ما انا وكديره، ربما تكون تصرفاتي غريبه او لا كتجي الناس جريئه او لا كتجي الناس وقحه، مي انا كديره عشيري صافي، يعني صافي. تقبلوني عافاكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.